سيادة اللواء ممدوح شعبان رئيس جمعية الأورمان، صباح الخير يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب. وفي البداية يعني احنا كان لينا الشرف مع حضرتك مرة هنا في استضافتك، وبنشكرك على الدور اللي بتبذله جمعية الأورمان حقيقي في كل ما يعني يخصص لها أو أي حاجة سيادة الرئيس بيطلبها، حضرتك بتبقى من أول الناس اللي بتقوم بها. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالبرنامج الجميل، برنامج فعلا هيخلي مصر بحالها ان شاء الله طيبين. واهلا بضيف سيادتك سياده النائب القيم في كلماته الاستاذ محمد ابو حامد. فعلا انا بقول لحضرتك، فعلا وزاره التضامن يوم الخميس كنا في اجتماع مع معالي وزير التضامن الاجتماعي، وفعلا زي ما قال سياده النائب بدقه اتعرضت تماما على الشاشه خريطه دقيقه للغايه للفقر في مصر، مسلسل بالمحافظات بالقرى بالنجوع بالاحتياجات. يعني يمكن حضرتك بتكلميني دلوقتي انا قدامي التدخلات اللي هتحصل، يعني مثلا بقول في اسيوط، في ديروط، في بويل، في مثلا مركز القوسيه، مركز دار السلام، مركز سقلطه، يعني كل محافظه بالمركز بالقريه ان شاء الله هتتم هذه الاحتياجات في اربع محاور رئيسيه. نعم. المحور الاول طب انتوا يا سياده النائب اتفقتوا على ايه بقى، وايه اللي هتقدمه الأورمان كمان بالنسبه لمبادره حياه كريمه؟ لو هتقدم الأورمان فعلا احنا قدمنا التدخلات بتاعتنا بما يليق بهذه المبادرة، حياة كريمة للمواطن المصري في أربع مجالات رئيسية بما يقرب 442 مليون جنيه تصرف في 2019. وهذه إن شاء الله طبعا الميزانية ديت إن شاء الله دي مستهدف في هذا العام. وطبعا زي ما حضرتك قلت المثلث في مجال معين أو هتشتغلوا في إطار معين، في التعليم مثلا، في الصحة، ولا بالتوازي؟ ولو في أفكار برضه في دماغك نحب نطرحها على الشعب المصري برضه يعرف لو في مشروعات تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي حتى. لا، الاربع مجالات اللي هتشتغل فيهم الأورمان هي سكن كريم، اللي هي اعمار المنازل، من كل انسان مصري لازم يكون له سقف، يقول له بواب، شبابيك، حمام، بارضيات، منزل. المجال الثاني هو المجال الصحي، عمليات القلب، عمليات العيون، الاجهزه التعويضيه، مرضى الاورام في مستشفى شفاء الأورمان في الاقصر. والمجال الثالث المساعدات الموسميه، إذا كان فصل الشتاء، إذا كان المواد الغذائية، إذا كانت لحوم الأضاحي. ثم المجال الرابع اللي هو الأسرة نفسها، الأرامل، المطلقات، المهجورات اللي عندهم بنات. إحنا هندخل إن شاء الله والله إحنا هنساعد بناتك للزواج، بنعمل زواج اليتيمات. المجال المشروعات متناهية الصغر، من أول المكنة الصغيرة، من أول النجار، أول عاوز مكن، عاوز سباك، ميكانيكي، أي حاجة هتدخل فيها الأورمان في هذه المجالات، توصيل المياه. وده هيكون طبعا بالتنسيق تماما مع التضامن الاجتماعي. احنا شغالين عندنا دلوقتي في جميع محافظات الجمهوريه في مكاتب فيها باحثين دائمين موجودين. ان شاء الله معالي الوزيره خدت من كل جمعيه، احنا قدمنا التقرير بتاعنا على طول، ان شاء الله هناخد التقرير دي كلها. معالي الوزيره هتبقى في لجنه، بحيث اللجنه دي 48 ساعه بالظبط هتصدق وتدقق المعلومات اللي كل جمعيه هتاخدها عشان تنفذها في المكان والوقت والتوقيت الدقيق. هايل جدا، بنشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء ممدوح شعبان رئيس مؤسسه الأورمان.